القاهرة وبالتعاون مع القوات المسلحة ومع الشرطة وجميع الأجهزة التنفيذية اللي ليها علاقة بإزالة الإشغالات، كان في حملة موسعة للإزالة وكمان للتعامل مع الباعة الجائلين وأصحاب المحلات المخالفة في أحياء المحافظة بهدف الارتقاء بمستوى نظافة الشوارع وإعادة الانضباط المروري. نتابع. بهدف الارتقاء بمستوى نظافة الشوارع وإعادة الانضباط المروري، شنت محافظة القاهرة حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة الإشغالات بأحياء المحافظة، والتي كان من بينها حي السبتية وبولاق أبو ليلى. كل واحد هتلاقي عنده سبقة واثنين وثلاثة في الموضوع ده، وتحرر ضده محاضر قبل كده، سواء إشغال طريقة أو محضر بيئة أو محضر تلف رصف، ولكن حالة العودة للمخالفة تستوجب العودة لتطبيق صحيح القانون ورفع كل الأعمال المخالفة وتصحيح الأوضاع. وتهدف هذه الحملة الأمنية المكبرة إلى تحقيق الانضباط في الشارع لإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وتحقيق السيولات المرورية خاصة في المحاور والطرق الرئيسية، علما بأنه يتم الإعلان عن هذه الحملات مسبقا. نبهنا عليهم من امبارح للأمانة، يا جماعة في حملة مكبرة، شيلوا حاجتكم، احنا مش الهدف مش ان احنا نشيل حاجة الناس، الهدف ان احنا نحافظ على الرصيف وعلى الشارع لان ده حق المواطن. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اصحاب المحال المخالفة والتي تدار دون ترخيص على مستوى احياء المحافظة، فيما يتم شن حملات مماثلة في عدد من المحافظات الاخرى والتي كان من بينها محافظة الجيزة ومحافظة المنيا.